بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة اليوم عن شخصية غير عادية تكاد أن تكون من عالم غير عالمنا، من عالم الطهر والنقاء. شخصية جمعت بين حسان الخصال من ناحية قرب النسب الشريف إلى خير الخلق أجمعين. هو ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيد شباب الجنة، هو صاحب أكبر مظلمة في تاريخ المسلمين بل وفي تاريخ البشرية جميعا، إنه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. ولد الحسين بن علي في المدينة المنورة في السنة الرابعة هجرية، وأراد أبوه أن يسميه حربا فسماه جده محمد صلى الله عليه وسلم الحسين، وأذن له في أذنه ودعا له وذبح عنه يوم سابعه شاه، وتصدق بوزن شعره فضة. وكان يقول عنه جده محمد صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبت من الأصباط. وكما قلنا، نشأ الحسين في بيت النبوة بالمدينة 6 سنوات وأشهرا، حيث كان فيها موضع الحب والحنان من جده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يداعبه ويضمه ويقبله، وكان يشبه جده النبي خلقا وخلقا، فهو مثال للتدين في التقى والورع، وكان كثير الصوم والصلاة، يطلق يده بالكرم والصدقة، ويجالس المساكين، ولقد حج 25 حجة ماشيا. وتزوج الحسين من نساء عديدات، منهن ليلى بنت عروة ابن مسعود الثقفي وهي أم علي الأكبر، ومنهن شاه زنان بنت يزد جرد وهي أم السجاد، وهي أميرة فارسية، وهي ابنة يزجرد الثالث آخر ملوك الفرس. وتزوج كذلك من الرباب بنت امرؤ القيس بن عدي، وهي أم سكينة وعلي الأصغر المشهور بعبد الله الرضيع الشهيد بكربلاء، وأم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وهي أم فاطمة. وكان له 6 أولاد، 4 من الذكور وبنتان. فأما الإناث فهن فاطمة وسكينة، وأما الذكور فهم علي الأكبر وعلي الأصغر وجعفر، وقد مات في حياة أبيه، وأمه قضاعية وعلي. وجميع الذكور قتلوا في واقعة الطف باستثناء زين العابدين وهو العقب من الذكور. فجميع الحسينيين على وجه الأرض من ابن واحد وهو علي ابن الحسين. ولقد ذكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسن والحسين ابناي، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. وسار النبي يوما يقطع خطبته يلقف ابنه القادم نحوه متعثرا فيرفعه معه على منبره. كل ذلك يدل على منزلته ودوره في مستقبل الأمة. ووصى النبي عليا برعاية سبطيه، وكان ذلك قبل موته ب3 أيام، فقال له: أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا، فعن قليل ينهد ركناك، والله خليفتي عليك. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: هذا أحد ركناي الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت فاطمة قال علي: هذا الركن الثاني الذي قال لي رسول الله. في عهد أبي بكر وعمر عاصر الحسين الحقبة المدنية الأولى، لكنه كان صغير السن عندما توفي جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له أي دور فيما آلت إليه الأمور في تلك الآونة والأحداث، ولم يشارك في حروب الردة وفتحات العراق والشام وبلاد فارس، كذلك في فتح مصر والشمال الإفريقي. في عهد عثمان شارك الحسين في الفتوحات التي كانت في عصر سيدنا عثمان، ومنها فتوحات إفريقيا في الفسطاط وطرابلس، وكذلك شارك في فتح طبرستان، وأوكل والده إليه مهمة حراسة الخليفة عثمان في الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وأدى تلك المهمة قدر جهده، ولم يغادر منزل عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلا بعد أن تمكن المتمردون من قتله. دخل الحسين ميدان الحياة السياسية بعد انتخاب والده
الإمام علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين، وشقيقه الحسن بن علي في معركة الجمل وصفين والنهروان، إلا أن والده لم يأذن لهما بمباشرة القتال، ولقد غسل والده وكفنه بعد مقتله على يد عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، وصلى عليه ثم قتل الجاني. كان الحسين عونا لأخيه في بيعته بعد استشهاد أمير المؤمنين علي، وبايع الناس الحسن خليفة للمسلمين سنة 40 هجري، عقب يومين من وفاة والده الإمام علي كرم الله وجهه. وأرسل الحسن إلى معاوية بن أبي سفيان للمبايعة والدخول في الجماعة، لكنه رفض، فلم يجد الحسن أمامه من سبيل غير القتال، وأخذ يحث أنصاره على التحشد. وبعد تعب تجمع عدد من أنصاره، بلغ معاوية خبره فقصده بجيشه، وتقارب الجيشان في موضع يقال له مسكن بناحية من الأنبار، فهال الحسين أن يقتتل المسلمون ولم يستشعر الثقة في من معه، فكتب إلى معاوية يشترط شروطا للصلح، أبرزها أن ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده، وأن يكون الأمر من بعده شورى. ورضي معاوية فخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية في بيت المقدس سنة 41 هجرية، ولم يرى الحسن رأي أخيه، وظل معترضا على النزول عن الخلافة، وإن سكت فكان درءا لفتنة قد تنشب بين المسلمين، وأطلق على ذلك العام عام الجماعة. بعد وفاة الحسن سنة 50 هجرية استمر في الحفاظ على عهده مع أخيه، ولم يخرج إلا بعد استلام يزيد الحكم. وأخذ معاوية ابن أبي سفيان يمهد لبيعة ابنه يزيد، ولكن زياد ابن أبيه واليه على العراق نصحه بالتمهل وعدم الاستعجال، وقد قبل معاوية نصيحة زياد ولم يعلن عن بيعة يزيد إلا بعد وفاة الحسن، وبدأ جهوده في سبيل توطئة الأمر لابنه في المدينة المنورة، لأنها كانت العاصمة الأولى التي كان يبايع فيها الخلفاء، وكان رجالات الإسلام فيها وعليهم المعول في إقرار البيعة وقبولها. وحين عرض معاوية ما عزم عليه على أهل المدينة عن طريق عامله عليها مروان بن الحكم، وافقه الكثيرون على ضرورة تدبير أمر الخلافة والمسلمين، ولكن حين عرض عليهم اسم يزيد اختلفوا فيه، وأعلن الكثيرون أنهم لا يرضون به، وكان أكبر المعارضين الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر، غير أن دهاء معاوية فوت فرصة المصادمة لأنه لم يجبرهم على البيعة. وما إن توفى معاوية بن أبي سفيان وبويع يزيد بالخلافة في رجب سنة 60 هجرية، حتى كتب يزيد إلى عامله على المدينة الوليد بن عقبة أن يأخذ الحسين وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخزا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايع. تدبر الحسين شأنه مع والي المدينة في خبر طويل، ورحل عن المدينة من دون أن يبايع يزيد بالخلافة، واتجه إلى مكة المكرمة هو وجماعة من أصحابه وأهله. لم يقبل الحسين أن تتحول الخلافة إلى إرث، وأبى أن يكون على رأس الإسلام يزيد بن معاوية، فرفض أن يبايعه ولم يعترف به. وقد التقى الوليد بالحسين وطلب منه البيعة ليزيد فرفض الحسين، بينما ذهب عبد الله بن الزبير إلى مكة لاجئا إلى بيت الله الحرام. حاول يزيد بطريقة أو بأخرى إطفاء الشرعية على تنصيبه كخليفة، فقام بإرسال رسالة إلى والي المدينة يطلب فيها أخذ البيعة من الحسين الذي كان من المعارضين لخلافة يزيد، إلا أن الحسين عليه السلام رفض أن يبايع يزيد، وغادر المدينة سرا إلى مكة واعتصم بها منتظرا ما تسفر عنه الأحداث. وصلت أنباء رفض الحسين مبايعة يزيد واعتصامه في مكة إلى الكوفة التي كانت أحد معاقل الفتنة، وبرزت تيارات في الكوفة تؤمن أن الفرصة قد حانت لأن يتولى الخلافة الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا أن يكتبوا للإمام الحسين يحثونه على القدوم إليهم ليسلموا له الأمر ويبايعوه بالخلافة. بعد تلقيه العديد من الرسائل من أهل الكوفة قرر الحسين أن يستطلع الأمر، فقام بإرسال ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ليكشف له حقيقة الأمر. عندما وصل مسلم إلى الكوفة شعر بجو من التأييد لفكرة خلافة الحسين ومعارضة شديدة لخلافة يزيد ابن معاوية. وحسب بعض المصادر الشيعية فإن 18 ألف شخصا
تخلوا عنه قبل وأثناء المعركة فيما بعد. قد بايعوا الحسين ليكون الخليفة، وقام مسلم بن عقيل بإرسال رسالة إلى الحسين يعجل فيها قدومه. حسب ما تذكره المصادر التاريخية إن مجيء آل البيت بزعامة الحسين كان بدعوة من أصحاب وأهل الكوفة. قام أصحاب وأقارب وأتباع الحسين بإسداء النصيحة له بعدم الذهاب إلى ولاية الكوفة، وكان منهم من الصحابة الذين نصحوه بعدم الذهاب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وعمرة بنت عبد الرحمن. لما وصلت هذه الأخبار إلى الخليفة الأموي الجديد الذي قام على الفور بعزل والي الكوفة النعمان بن بشير بتهمة تساهله مع الاضطرابات التي تهدد الدولة الأموية، وقام الخليفة يزيد بتنصيب والي آخر كان أكثر قسوة اسمه عبيد الله بن زياد. قام بتهديد رؤساء العشائر والقبائل في منطقة الكوفة بإعطائهم خيارين: الأول سحب دعمهم للحسين، والثاني انتظار قدوم جيش الدولة الأموية ليبيدوهم عن بكرة أبيهم. وكان تهديد الوالي الجديد فعالا، فبدأ الناس يتفرقون عن مبعوث الحسين مسلم ابن عقيل شيئا فشيئا لينتهي الأمر بقتله. اختلفت المصادر في طريقة قتله، فبعضها تحدث عن إلقائه من أعلى القصر، وبعضها تحدث عن سحله في الأسواق، وأخرى قالت عن ضرب عنقه، وقيل أنه صلب. وبغض النظر عن الروايات فإن هناك إجماعا على مقتله وعدم معرفة الحسين سلام الله عليه بمقتله عند خروجه من مكة إلى الكوفة، بناء على الرسالة القديمة التي استلمها قبل تغير موازين القوى في الكوفة. وقد علم الحسين بمقتل مسلم بن عقيل ابن أبي طالب عندما كان في زرود وهي في الطريق إلى العراق. استمر الحسين وقواته بالمسير إلى أن اعترضهم الجيش الأموي في صحراء كانت تسمى الطف، واتجه نحو الحسين جيش قوامه 30,000 مقاتل يقوده عمر بن سعد، والذي يوالى المصادفة كان ابن سعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية. وصل هذا الجيش الأموي بالقرب من خيام الحسين وأتباعه في يوم الخميس 9 من شهر المحرم. وفي اليوم التالي عبأ عمر بن سعد رجاله وفرسانه، فوضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس. وكانت قوات الحسين ويال العجب تتألف من 32 فارسا و40 راجلا. وأعطى رايته أخاه العباس بن علي، وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش بن زياد إلى منع الماء عن الحسين وأهل بيته وصحبه، فلبثوا أياما يعانون العطش في جو صحراوي شديد الحرارة. بعد أن رأى الحسين تخاذل أهل الكوفة وتخليهم عنه كما تخلوا من قبل عن مناصرة مسلم بن عقيل، وبلغ تخاذلهم أنهم أنكروا الكتب التي بعثوا بها إلى الحسين حين ذكرهم بها، فعرض على عمر بن سعد 3 حلول: إما أن يرجع إلى المكان الذي أقبل منه، أو أن يذهب إلى ثغر من ثغور الإسلام للجهاد فيه، أو أن يأتي يزيد ابن معاوية في دمشق فيطلب منه الحلين الأولين. فبعث عمر بن سعد لابن زياد خطابا بهذا، إلا أن شمر بن ذي الجوشن رفض وأصر على ابن زياد أن يحضروه إلى الكوفة أو يقتلوه، فأرسل ابن زياد لعمر بن سعد برفضه. ومع رفض الحسين للتسليم بدأ رماة الجيش الأموي يمطرون الحسين وأصحابه الذين لا يزيدون عن 73 رجلا بوابل من السهام، وأصيب الكثير من أصحاب الحسين. ثم اشتد القتال ودارت رحى الحرب، وغطى الغبار أرجاء الميدان، واستمر القتال ساعة من النهار. ولما انجلى غبار المعركة كان هناك 50 صريعا من أصحاب الحسين، واستمرت رحى المعركة تدور في ميدان كربلاء، وأصحاب الحسين يتساقطون ويستشهدون واحدا تلو الآخر. واستمر الهجوم والزحف نحو من بقى مع الحسين وأحاطوا به من جهات متعددة. ثم حرق جيش يزيد خيام أصحاب الحسين، فراح من بقى من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد ويتساقطون الواحد تلو الآخر، وفيهم ولده علي الأكبر وإخوته عبد الله وعثمان وجعفر ومحمد أبناء أخيه الحسن أبو بكر القاسم، والحسن المسنى ابن أخته زينب، وعون بن عبد الله بن جعفر الطيار، وآل عقيل عبد الله بن مسلم وعبد الرحمن بن عقيل وجعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل وعبد الله بن عقيل. ثم بدأت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الحسين بن علي سلام الله عليه على جواده، يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب
حامل اللواء، ولكن العباس وقع شهيدا ولم يبق في الميدان سوى الحسين الذي أصيب بسهم مسلس ذو 3 شعب، فاستقر السهم في قلبه وراحت ضربات السيوف والرماح تمطر جسد الحسين. وحسب الرواية فإن شمر ابن ذي الجوشن قام بفصل رأس الحسين 12 ضربة بالسيف من خلفه، وكان ذلك يوم الجمعة من عاشوراء في المحرم 61 للهجرة. قام لعنه الله بفصل رأس الحسين عن جسده. ولم ينجو من القتل إلا علي بن الحسين السجاد الملقب بالسجاد، وذلك بسبب اشتداد مرضه وعدم قدرته على القتال، فحفظ الله نسل أبيه من بعده من خلاله. وكانت نتيجة المعركة واستشهاد الحسين على هذا النحو مأساة مروعة أدمت قلوب المسلمين وغير المسلمين، وهزت مشاعرهم في كل أنحاء العالم وحركت عواطفهم تجاه آل البيت، وكانت سببا في قيام ثورات عديدة ضد الأمويين. وقد استلهم عدد كبير من غير المسلمين ثورة الحسين، ومنهم الزعيم الراحل الهندي غاندي صاحب المقولة الشهيرة: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. وهناك اختلاف كبير لدى أهل السنة والجماعة حول المكان الذي دفن فيه رأس الحسين، توجد العديد من الآراء. الرأي الأول أن رأس الحسين عليه السلام دفنت مع الجسد الطاهر في كربلاء، وهو ما عليه جمهور الشيعة، حيث الاعتقاد بأن الرأس عاد مع السيدة زينب إلى كربلاء بعد 40 يوما من مقتله، أي في يوم 20 صفر، وهو يوم 40 الذي يجدد فيه الشيعة حزنهم. الرأي الثاني أن موضع الرأس بالشام، وهو على حسب بعض الروايات التي تذكر أن الأمويين ظلوا محتفظين بالرأس يتفاخرون به أمام الزائرين، حتى أتى عمر بن عبد العزيز وقرر دفن الرأس وإكرامه، كما ذكر الذهبي في الحوادث من غير وجه أن الرأس قدم به على يزيد، وما زال المقام هناك إلى اليوم يزار. الرأي الثالث أن موضع الرأس في عسقلان، وهذا رأي امتداد للرأي الثاني، حيث لو صح الثاني من الممكن أن يصح الثالث والرابع. وتروي بعض الروايات ومن أهمها المقريزي أنه بعد دخول الصليبيين إلى دمشق واشتداد الحملات الصليبية، قرر الفاطميون أن يبعدوا رأس الحسين ويدفنوها في مأمن من الصليبيين، وخصوصا بعد تهديد بعض القادة الصليبيين بنبش القبر، فحملوها إلى عسقلان. الرأي الآخر أن موضع الرأس بالقاهرة، هو أيضا امتداد للرأس السابق، حيث ورى المقريزي أن الفاطميين قرروا حمل الرأس من عسقلان إلى القاهرة، ثم بنوا له مشهدا كبيرا، وهو المشهد القائم حتى الآن في حي الحسين في القاهرة. وهناك رواية محلية بين المصريين ليس لها مصدر معتمد سوى حكايات الناس وكتب المتصوفة، أن الرأس جاء مع زوجة الحسين عن هشاه زنان بنت يزجرد الملقبة في مصر بأم الغلام التي فرت من كربلاء على فرس. الرأي الآخر أن موضع الرأس بالبقيع بالمدينة، هو الرأي الثابت عند أهل السنة، كما روى الإمام ابن تيمية حين سئل عن موضع رأس الحسين فأكد أن جميع المشاهد بالقاهرة وعسقلان والشام مكذوبة، مستشهدا ببعض رواة الحديث والمؤرخين مثل القرطبي والمناوي. الرأي الأخير أن موضع الرأس مجهول، كما في رواية قال عنها الذهبي أنها قوية الإسناد، وهي أن امرأة كبيرة يقال لها ريا حاضنة يزيد بن معاوية، ويقال أنها بلغت 100 سنة، قالت: دخل رجل على يزيد فقال: يا أمير المؤمنين أبشر، فقد مكنك الله من الحسين، فحين رآه خمر وجهه كأنه يشم منه رائحة. قال حمزة: فقلت لها: أقرع ثناياه بقضيب؟ قالت: أي والله. ثم قال حمزة: وقد كان حدثني بعض أهلها أنه رأى رأس الحسين مصلوبا بدمشق 3 أيام، وحدثتني ريا أن الرأس مكث في خزائن السلاح حتى ولي سليمان الخلافة، فبعث إليه فجيء به وقد بقى عظما أبيضا، فجعله في صفت وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين. فلما دخلت المسودة سألوه عن موضع الرأس فنبشوه وأخذوه. والمسودة هنا هم أصحاب الرايات السود من بني العباس، فالله أعلم ما صنع به، وهي رواية ضعيفة جدا ومتضاربة مع اعتقاد المسلمين بأن جسد الشهيد لا يبلى. ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية أخبار الحسين عليه السلام
والأحاديث التي جاءت في فضله ومناقبه. ونرجو منكم التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.